ونرحب بضيفنا القادم من بغداد وباكر راح يرجع لها ان شاء الله. واحد من امهر الجراحين والدكاتره في بغداد، اخصائي الجراحه التجميليه الدكتور حاتم البياتي. يا اهلا وسهلا بك للمره الثانيه في الظهيره. تعرفنا صار سنة. اي صحيح بالضبط نفس السنه. يا اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. اليوم راح نتكلم في الجراحات التجميليه اليوم الواحد. جراحات اليوم الواحد ما لها وما عليها. تمام. اي تفضل. طبعا اول شيء نعرف شنو هي جراحات اليوم الواحد. جراحات اليوم الواحد هي العمليات اللي تتم نفس اليوم والمريض بعد ما يخلص العمليه يطلع يغادر. هي بها عده اشكال وانواع. وشنو اسبابها اللي تصير؟ هي وباي جزء من الجسم؟ باي جزء من الجسم مرات تكون عادي. بالوجه، بالبطن، بالذراع، ممكن يعني نبدا بالوجه نشوف. نبدا بالوجه لان هي غالبا ما تكون بالوجه. نعم. بعض العمليات تكون بسيطه جدا. نعم. ما تحتاج انه تكون بنج عام او يحتاج ان المريض بعد العمليه يكون يعني راقد بالمستشفى تحت المراقبه. نعم. تكون عمليات بسيطه، فهذه العمليات احنا نسميها عمليات اليوم الواحد، هم يسموها داي سيرجري او داي كيس سيرجري. نعم. حتى بعض العيادات يسموها داي كلينيك، يعني عمليات اليوم الواحد. او ممكن نجريها حتى بالعياده تحت تخدير الموضع. يعني تسوي العمليه، نكمل العمليه، بعد ما نكمل العمليه ممكن المريض يرتاح شويه ويقدر بعدها يغادر المستشفى. اكو جزء ثاني من هذه العمليات هي بعض الحالات اللي عندهم مشاكل صحيه بالتخدير العام. يعني حاله تحتاج عمليه معينه، عندها مشكله صحيه ويا البنج العام، مثل تكون امراض المزمنه مثل الضغط والسكر وهالامور. هذه ممكن نلجا الى عمليات البنج الموضعي، عمليات اليوم الواحد. ممكن تكون الحاله بسيطه نجري العمليه كليتها كامله، او ممكن تكون مثلا الحاله معقده، مثلا انه تحتاج عمليه شد اجفان وشد وجه او شد رقبه، هاي تحتاج لها كلها الحاله عمليه بنج عام. نعم. اذا كان حالتها الصحيه ما تسمح انه تسوي البنج العام، فاحنا نلجا الى البنج الموضعي وعمليات اليوم الواحد، بس نجزئ العمليه. يعني ممكن نشتغل جزء، يعني مثلا اذا هي عندها جفون، تعاني من جفون وذقن، بالضبط انت الجزء ممكن تسوي عمليه شد الاجفان مره واحده ونترك المريضه ترجع ترتاح بعد شهر او شهر ونص. ممتاز. نسوي الجزء الثاني، او مثلا نسوي شد الاجفان وبعدين نسوي شد الوجه في مره ثانيه، وممكن نسوي شد الرقبه بعدها. ممتاز. فانجزئ العمليه، تصير عمليه يوم واحد. لانه هي عندها محاذر ومشاكل مع البنج العام. نقطه مهمه، كثير يخافون من البنج العام. اكيد صحيح. ويا اما يكونون مروا بعمليه وكان تاثيراتها سيئه فيخافون يدخلون بهذا الموضوع. بالضبط. اكو بعض الحالات هي تتخوف اصلا من البنج العام. بالضبط. فتطلب انه العمليه تكون بس ايش قد سهلت على اللي عندهم ضغط وسكر انه يسوون عمليات كانوا يمكن ما يحلمون يسوون بالضبط. بها. بالضبط. جدا تطور الموضوع مع تطور العلم وتطور الادويه وتطور الطب وتطور عمليات التجميل. نعم. كل هذه صارت العمليات اليوم الواحد، عمليات البنج الموضعي صارت سهلة جدا. بالمناسبة هي مو بس يعني عمليات التجميل، عمليات الأخرى؟ هي عمليات الأخرى هم ممكن تصير. هم عملات حتى اليوم الواحد جزء من عندها ممكن تكون بنج عام، مثل عمليات الصغرى او عمليات المتوسطه. نعم. الوسطى هذه ممكن يسووها بعد ما يقعد المريض من العمليه، ممكن يطلع للبيت. حتى عمليات تجميل الانف. تجميل الانف صارت انت بمركز المزايا سويت اكثر من عمليه. إيه يعني إيه طبعا اشتغل زيارتك السابقه. نعم. إيه بدبي هنا اشتغل كلش هواي عمليات بنج، بس ايضا حالات معينه. حتى وضح ان شنو الحالات اللي تستدعي عمليات الجراحه اليوم واحد والعمليات لا اللي تحتاج بنج فيما يخص الأنف مثلا أو فيما يخص الوجه. هي الحالة تحدد مرات إن الحالة تسمح أن تكون عملية بنج موضعي أو في العيادة، أو ممكن تكون لا لازم بالمستشفى. يعني مثل ما قلنا ممكن عملية تكون بسيطة، يعني ممكن التداخل الجراحي اللي نسويه إحنا نسويه بسيط. يعني مثلا مرات عملية تجميل أنف، تعديل الأنف بسيط إذا كان عندنا مشكلة بالغضروف أو شوية عظم ماكو مشكلة، ممكن نجري تحت التخدير الموضعي. نعم. بس مرات تصير الحالة معقدة، مثلا عندنا انحراف بالحاجز الانفي وتضخم بالرفوف الانفيه. من يكون عندنا تجميل الانف ولازم نعدل الحاجز الانفي وتضخم بالرفوف الانفيه، لا صار الموضوع معقد اكثر. انحراف اكيد يحتاج لبنج عام لازم. اي لانه يحتاج لتداخل اكثر، فالمريض ما يتحمل هذا بنج. الزوائد موضوع. الزوائد ممكن اذا وحدها بسيطه ممكن نعالجها بنج موضعي، او ممكن لا نعالجها ويا عمليه تجميل. اذا كل حاله لها خصوصيتها. بالضبط. يعني حتى نتوضح للناس، مو كل واحد يعاني من مشكله بانفه هو لا لا, لا اكو في كيسز معينه. اكيد طبعا هي اكو حالات معينه نقدر نشتغلها تحت البنج الموضعي. نعم. واكو حالات لا تتطلب لازم بنج عام لان التداخل يكون بها اكبر. طبعا طبعا. طب والجسم؟ الجسم يعني من ابسط العمليات واكثر العمليات اللي صارت هي مثل عمليات يوم الواحد، مثلا شفط الشحوم الموضعي. شفط الشحوم نسان ورجالا؟
اكيد نساء ورجال، بس من تكون مناطق محدده. يعني مثلا عندنا شفط خواصر، تحديد خواصر او بطن صغيره، او مثلا شفط الزند، ممكن نسويها تحت التخدير الموضعي، بس من تكون لا يعني المسافه والكميات والوزن اكبر ونحتاج نشفط اكثر، لا هذه يحتاج لها بنجام، لان المريض يتاذى ولازم نسوي له تحضيرات ولازم مغذي، ممكن نحتاج دم وهالامور هذه. فحجم الحاله ووضع الحاله هو يحدد انه ممكن نشتغلها بنج موضعي او ممكن نشتغلها بنجام. بس هي صارت يعني فشي كل الشاعر هواي يشتغلون في هاي الثقافه اليوم، تؤمن بهذه الطريقه يعني الناس؟ اكيد اكيد كلش هواي، لانه الناس صار عندها اطلاع كلش اكثر. تحس انه الناس عندها هذه الثقافه الصحيه بهذا المجال، يعني تجي تقول لك شنو ايش راح تسوي، يعني تحكي وياك بالتفاصيل؟ اكيد طبعا، لانه شوف هسه الموضوع صار يعني هو اول شيء شائع جدا. ثاني شيء السوشيال ميديا واللي موجود بالسوشيال ميديا، وفي اطباء على سناب وعلى في صور لشغلك، ما اعرف اذا كان بالامكان نشوفها. هذه يعني كليتها هي بنج موضعي، يعني نسميها عمليات اليوم الواحد، اللي بعدها المريض ممكن بنص ساعه بساعه يروح للبيت عادي، حتى ممكن يسوق السياره ويطلع عادي، ماكو مشكله. طيب ازاله الفيلر الدائم، ايه شنو هاي؟ هوايه نساء تعاني من هذا، في مشكله كلش كبيره صراحه. هذا الفيلر اللي هو يسموه السيليكون فيلر، كان موجود سابقا تقريبا بالعشر سنوات اكثر. كان يستخدمه بهوايه دول، بعدين اكتشفوا انه هذا انه يسبب كلش مشاكل بالوجه، انه هو يبقى يسبب تليفات ويسبب لنا التهاب داخل الوجه، فسبب مشاكل كلش هوايه. هذا لازم نزيله، لازم نزيله. ممكن احنا همين نزيله بعمليه بنج موضعي، مرات تحتاج تفريغ بسيط اذا كانت كتله بسيطه، ومرات لا يكون هو كتل كبيره داخل الوجه، نضطر نفتح الوجه مثل عمليه شد الوجه. ننظف الوجه ونزيل السيليكون، وبعدين نسوي شد للوجه، لانه ممكن يصير ترهل بعد التفريغ وتكون العمليه. هم حالات تقدر وحالات ما تقدر يعني الفيلر؟ هي فد مشكله كبيره صراحه، فد موضوع شويه معقد، لانه يعني وجود الكتل السيليكون مرات تكون ناخذها في الامراء اللي هو رنين المغناطيس، ممكن تكون قريبه مرات من عصب او قريبه من شريان خطر مهم، بس بعض الحالات نقدر نتعامل وياها يعني. انزيل وتحتاج مرات طبيب ماهر يعني، مو اي واحد. يعني هي اكيد لازم يكون متمرس بهالوضع هذا، لان الوجه هو معقد، عباره عن شبكه من الشرايين والاوعيه والاعصاب، طبعاً لازم كلها ما تتضرر خلال العمليه. طبعا طبعا فلازم الناس هي تعرف وين رايحه بالضبط. اكيد بالضبط، يعني خاصه هذا وجه منسل من اي احد. ما لكم الا دكتور حاتم. الله يسلمك ويخليك. حاتم متواجد في الشارقة في مركز المزايا طول هذه الفترة، وأنا أشكرك الشكر الجزيل اليوم، وضحنا هاي الشغلة. والله هواي تجيني رسائل خاصة في عن هذه العمليات، اليوم وضحنا شيء. وإن شاء الله دائما نلتقيك على الخير. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا، ترجع لبغداد محمل قوشر محبة وتحايل كل العراقيين. الله يسلمك، شكرا لك دكتور، مع السلامة. مع السلامة.